رسالة برنابة. إيه هي رسالة برنابة؟ يتكلم البعض مشككين ويقول لك رسالة برنابة والآباء كانوا يؤمنوا بوحيها ويدعوا إنه الإنجيل محرف، أهو كان في عندكم سفر زمان مش موجود دلوقتي في الإنجيل اللي بين إيديكم واتحذف وي وي وي، ودليل إن هو موجود في الثنائية، والكلام ده كله الكتير اللي حضراتكم بتسمعوا عنه. ومعلش أنا آسف، أنا عارف الموضوعات اللي بقولها موضوعات جافة، خدمة اللاهوت الدفاعي عامة موضوعات جافة. في طبعا خدمة التأمل والتفسير والوعظ دي والتبشير دي خدمات رائعة جدا وأكثر بركة بكتير وأفضل بكتير لأنها أكثر روحانية. خدمة اللاهوت الدفاعي اللي أنا بخدمها جافة، وده بعلنه أعلنته من زمان، من 5 سنين ونص، من ساعة ما ابتديت وأكتر، وحتى الآن بقول لحضراتكم معلش هي خدمة جافة. فإيه هي رسالة برنابة؟ وهل رسالة برنابة دي فعلا كانت سفر من الكتاب المقدس واتحذف؟ لا. الأول يعني إيه اسم برنابة ومين هو برنابة؟ طبعا باختصار مش هتكلم على برنابة الرسول لأن الوقت مش هيسعنا إن احنا نتكلم عنه، ولكن باختصار شديد جدا اللي عايز اللينك أهو لطالب اتفضلوا قدام حضراتكم. ورسالة برنابة تختلف جملة وتفصيلا عن ما يسمى بإنجيل برنابة. أولا برنابة المذكور عليه اسمه هذه الرسالة هو ليس برنابة الرسول، أحد السبعين رسل اللي هو رفيق بولس في رحلاته الأولى. ده من البداية عشان نعرف مين هو الكاتب، وهقول كمان أدلتي ليه باختصار كمان شوية صغيرة. اسم برنابة من قاموس الكتاب المقدس ودائرة المعارف الكتابية اللي يعني حرفيا ابن النبوة. لوقا يترجمه بابن الوعظ أو ابن التعزية، لأن الكلمة اليونانية اللي موجودة في أعمال الرسل 4:36 تحتمل اثنين، وهو جاي من الصيغة اليهودية اليونانية برنيبوس واللي هو معناه أيضا، واكتشف مؤخرا هذا الاسم كان بيستخدم بيلقب به كتير من اليهود وموجود في نقوش آسيا الصغرى ومعناه ابن النبوة. برنابا الرسول واحد من السبعين رسول، خال مرقس البشير ورفيق بولس الرسول في رحلاته الأولى. ده بعد طبعا صعود الرب يسوع المسيح وبعد رحلات تبشيره الأول مع بولس الرسول وبعد كده مع مرقس الرسول، وبعدها مات شهيدا في قبرص غالبا في نفس العقد اللي استشهد فيه الرسولين بطرس وبولس. ولم يكتب برنابا الرسول سفر في الكتاب المقدس زيه زي بقية التلاميذ وبقية الرسل اللي ما كتبوش رسالات أو أسفار وضعت في العهد الجديد، والكتاب المقدس لم يخبرنا عن هذا الأمر، فليس هو كاتب هذه الرسالة. فبرنابا الرسول اللي تنيح غالبا قبل سنة 70 ميلادية بحاجة بسيطة جدا ليس هو كاتب الرسالة. أما رسالة برنابا اللي كتبها شخص اسمه برنابا من الأباء الرسوليين للكنيسة الأولى، تلاميذ التلاميذ، من الآباء ذو الفكر المستقيم، هو من الجيل الثاني مباشرة لآباء الكنيسة. هي رسالة اتكتبت باليوناني. كاتبها شخص اسمه برنابا، هو أحد المسيحيين في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي، يعني الجيل الثاني على طول، تلاميذ التلاميذ. لكنه ليس برنابا الرسول. زمن الكتابة أقل تقدير ليها في نهاية القرن الأول الميلادي، يعني بعد سنة 91 قرب 100 ميلادية، وقبل 132 ميلادية أو قبل سنة 130 ميلادية بحاجة بسيطة، هي أقرب ما تكون لسنة 130 ميلادية، يعني 128-130 أو ما بين 100 ل 130. تلاقي الكلام ده تذكره موسوعات كتيرة، وبرضه هذكر أدلته ليه كمان بعد شوية، فتلاقوه في الكريستيان سايكلوبيديا وغيره. يقول رسالة برنابا كتبت في مصر تقريبا سنة 130 ميلادية، تتميز بتفسير قوي للعهد القديم، تمكن المسيحيين من اكتشاف المسيح في كل حادث في العهد القديم، كتبت للمسيحيين، انتسابها لبرنابا العهد الجديد يعتبر خطأ بالمفسرين الحديثين. كويس؟ هي كتبت بعد اكتمال العهد الجديد بسفر الرؤيا. اوكي؟ أول دليل إن هي متأخرة إيه؟
هو اقتباسه من العهد الجديد وأيضا العهد القديم. فيقتبس من الاثنين مع بعض كما لو كان كتاب وحدة واحدة، ويقول عليه مكتوب أو كما هو في الكتاب، يعني بيتعامل مع الكتاب سنة 100 ميلادية بعهده قديم وجديد ككتاب واحد معروف محدد، الاستراكشر بتاعه بقى واضح، بيكلم المسيحيين اللي فاهمين يعني ايه لما يقولوهم الكتاب، عارفين على طول العهد القديم والجديد معايا. فمثلا لما يقتبس من العهد الجديد ياخد منها يقول لك مكتوب، زي بالظبط المسيحيين حاليا لما نيجي نقول مكتوب يبقى عارفين ان هو مكتوب في الكتاب المقدس بعهد قديم وجديد، وتتعامل الرساله دي مع العهد الجديد ان هو الموحى به من الله، فيتعامل مع الكتاب المقدس بعهده قديم وجديد في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي كوحدة واحدة، فيقتبس من العهد الجديد زيه زي ما بيقتبس من العهد القديم متساويين. فيقول مثلا في الفصل السادس يقتبس من أفسس 2:21، في الفصل السابع يقتبس من أعمال الرسل 14:22، يعني من رسائل بولس الرسول من سفر أعمال الرسل. في الفصل 12 يقتبس من يوحنا 3:14-18، وإنجيل يوحنا كان مكتوب في زمانها ومعروف إن هو إنجيل قانوني وموجود وموجود ضمن الكتاب المقدس زيه زي رسائل بولس، زي إنجيل متى ومرقس ولوقا، وزي أعمال الرسل، وزي الرسائل السبعة. كان تم تجميع العهد الجديد ساعة ما برنابا اللي هو من الجيل الثاني بيكتب هذه الرسالة الرائعة. يقتبس في الفصل الـ 12 من رسالة كولوسي، وأيضا في نفس الفصل اللي هو فصل الـ 12 يقتبس من تيموثاوس الأولى 3:16، ومن الفصل الـ 14 يقتبس من عبرانيين زيها زي بقية رسائل بولس الرسول وينسبها لبولس الرسول، والفصل الـ 18 من كورنثوس الثانية 12:7، والفصل الـ 19 من يعقوب، وأيضا الـ 19 بيقتبس من أفسس 6:9، ونفس الفصل بيقتبس من روميا 8:29-30. عشان كده الرسالة دي خطيرة ومهمة جدا، لأنها تشهد أن الكنيسة في نهاية القرن الأول الميلادي، في الكنيسة بأجمعها سواء في مصر أو في أورشليم، طبعا يعني مش في أورشليم لكن في منطقة قيصرية وفي منطقة روما، كلها عندها إنجيل أو كتاب مقدس، ده اسمه الكتاب المقدس، لما حد يقتبس منه يقول مكتوب في الكتاب معايا. فمثلا ما يقتبس من إنجيل القديس متى إصحاح 20:16 يقول إيه؟ كما هو مكتوب كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. وصيغة مكتوب دي يستخدمها زي ما السيد المسيح وتلاميذه يستخدموه عن أسفار العهد القديم، تلاقي الرب يسوع المسيح وتلاميذه دايما لما يقتبس من العهد القديم يقول كما هو مكتوب، برضو برنابا لما يقتبس من العهد الجديد يقول كما هو مكتوب. عشان كده بيتكلم على الكتاب المقدس كله واحدة واحدة، مكتوب بروح الله القدوس ومعترف بقانونيته بأسفاره كلها بما فيها عبرانيين، ويقتبس منه يقول لك مكتوب. كل الاقتباسات دي تؤكد انه بعد اكتمال العهد الجديد. ايضا ما يؤكد انه هو في نهاية القرن الاول الميلادي بداية القرن الثاني الميلادي على طول مباشرة، انه في القسم 16 من 3-4 يتكلم على اللي دمروا الهيكل، يعني كتب بعد تدمير الهيكل هم بأنفسهم حيبنون. طبعا الهيكل اتدمر سنة 70 ميلادية، وطبعا مش هينفع يتبني عليه مرة تانية بعد سنة 132 ميلادية. ليه؟ لما تمرد بركشبة اللي بعد كده تأكد ان هو لن يبن، مش هيبنوا الرومان الهيكل اليهودي، وطبعا اكيد هي اتكتبت بعد سنه قبل سنه 135، فهي قبل سنه 132 وقبل 135، لانه بعد سنه 135 بنى هادريان معبد روباني مكان الهيكل، وساعتها اليهود فقدوا الامل تماما ان هم هيقدروا يبنوا الهيكل في هذا الزمان. بل يلمح في الفصل 9 عدد 4 على منع هادريان لليهود ان هم هيبنوا الهيكل. عشان كده هي اكثر تحديدا سنه 130 او بدايه من هادريان او ادريان لغايه ما بنى الهيكل، يعني بتتكلم على 120-130. اتكتبت بعد الامبراطور نيرفا سنه 96، عشان كده بيشير الى اشياء خاصه بيه.
عشان كده يقول لنا كتاب أنكور بايبل حيث أن رسالة برنابا 16:3 تشير إلى دمار الهيكل، فبرنابا لابد أن تكون كتبت بعد 70 ميلادية، ولا بد أن تكون كتبت قبل أول استخدام لا شك فيه الأكليماندوس الإسكندري اللي هو اقتبس منها سنة 190 ميلادية، ولأن 16:4 يتوقع أن الهيكل سيبنى، فهي غالبا كتبت قبل هدريان اللي هو جه ومنع اليهود سنة 130، وبنى بعد كده بنى المعبد الروماني مكان الهيكل سنة 135. أيضا أسلوب كتابته واقتباساته الكثيرة من العهد القديم مع تفسيره للمعنى الروحي للعهد القديم وإزاي انطباقه على المسيح وإزاي المسيح الناموس كمان في المسيح، يؤكد أنه جه قبل بعض الهراطقة زي باسيليدس وماركيون اللي في سنة 140 ميلادية بفكرهم الخطأ عن العهد القديم، واللي ماركيون قاعد يقول إله العهد القديم هو الإله الشرير وإله العهد الجديد هو الإله الكويس. وعشان كده رسالة برنابا ما فيهاش أي محاولة دفاع ضد أفكار باسيليدس وماركيون لأنه ما كانوش لسه جم. ذكر اسم برنابا من فين؟ الرسالة نفسها ما فيهاش اسم برنابا، لكن القديس كليماندوس الإسكندري سنة 216 أو بداية من سنة 190 ميلادية قال إن الرسالة دي كتاب أو رسالة برنابا. فبرنابا نفهم من كلام القديس كليماندوس هو اللي كاتب هذه الرسالة، أيضا اقتبس منها أوريجانوس وغيره، لكن ولا واحد منهم أشار إليها أن هي وحي مقدس أو جزء من العهد الجديد. لما نقرأ رسالة ونشوف الفكر اللي موجود فيها نلاقيه يطابق تماما كتابات الأباء في القرن نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي زي القديس بوليكاربوس وبعد ذلك طبعا القديس رينيوس وأيضا الأباء في هذا الزمان يوستينوس الشهيد وغيره. فهو واضح تماما كاتب رسالة برنابا هو من الأباء الأرثوذكس، يعني أنا أقصد أرثوذكس يعني المستقيمين مستقيم التعليم وليس هراطقة، لا غنوسي ولا أبيوني ولا غيره، لا يحمل أي فكر غنوسي، بل هو أحد الأباء الأرثوذكس أي مستقيم الرأي في الكنيسة من بداية القرن الثاني الميلادي. هعرض الاقتباسات فيما بعد وشوية أكتر كمان. مكان كتابة الرسالة، من أسلوب الرسالة هو اتكتب في منطقة شرقية اسكندرية سوريا أو فلسطين، ولكن صعب أن هو يكون فلسطين لأنها كان ساعتها فعلا الهيكل خرب، فاللي كتبها هو شخص عارف خراب الهيكل. هو غالبا أحد أباء الكنيسة الأوائل الشرقيين في نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي، غالبا من مصر، وعشان كده نلاقي الرسالة دي أول ما انتشرت في مدرسة الإسكندرية. معايا؟ مكونات الرسالة، الرسالة دي بتتكون من 21 قسم أو فصل، ال 21 دول ممكن كمان نقسمهم، أولا البداية يبتدي بالتحية، بعد كده التعليم عن الله والمسيح والشعب وواجبات المسيح حياة القداسة، بعد كده يتكلم على طريقين يسميه طريق النور وطريق الظلمة، ويوضح أن احنا عشان إزاي نمشي في طريق النور مع خلاص المسيح اللي هو الخضوع للوصايا، بعد كده الختام بالتحية والبركة في نهاية الرسالة. أكرر مرة تانية اللي قلته في البداية، رسالة برنابا لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، لا المكان ولا شكل المخطوطات ولا الكتابة اللي موجودة فيها ولا عدد الفصول ولا الأسلوب ولا اللغة ولا الكاتب ولا أي شيء بإنجيل برنابا اللي اتكتب تقريبا في القرن الخمستاشر الميلادي أو الأربعتاشر خمستاشر الميلادي. إنجيل برنابا طبعا عارفينه مليان مصايب وأخطاء وأسلوبه إسلامي ولغة مختلفة وأكبر بكتير مية وحاجة فصل وقصة طويلة قوي. فرسالة برنابا الحاجة الوحيدة اللي تجمعها إنجيل برنابا هو الاسم أو الإنجيل المنسوب زورا لبرنابا، لكن رسالة برنابا كتبها أب من الأباء الكنيسة الأوائل الجيل الثاني مباشرة بعد التلاميذ والرسل من الشرقيين غالبا من الأرثوذكسيين كنيسة الإسكندرية، كتب هذه الرسالة للتعليم زي الأباء في هذا الزمان
زي القديس إكليماندوس الروماني، زي القديس إغناطيوس، زي وزي آخرين كتبوا رسائل وأرسلوها للكنائس للتعليم، ليست أسفار موحى بيها، ولكن الرسائل اللي كتبوها الجيل الثاني من الآباء مباشرة بعد تلاميذ المسيح. وده اللي ذكرته الموسوعة الكاثوليكية بالإضافة للمراجع اللي استشهدت بيها حتى الآن، فيقولوا رسالة برنابا هي غير إنجيل برنابا المزعوم، من المؤلفات التي راجت في المسيحية الأولى، هي من الرسائل الأبوكريفية، هي تلك الرسائل التي تنتمي إلى أدب الرسل المنحول. درجة العادة أن توصف رسالة برنابا بين مؤلفات الآباء والكتب الرسليين، وأحيانا بين الأسفار القانونية، ده غير دقيق هذا التعبير وهقول لكم ليه. وفي حين عند البعض الآخر من الكتابات المنحولة ليس في رسالة برنابا اسم المؤلف، قد نسبها كليماندوس الإسكندري إلى القديس برنابا، لكن القديس على فكرة كليماندوس الإسكندري لم يقل هو برنابا رفيق بولس، وحاجي لكم الاقتباس بعد شوية صغيرة. تبعه التقليد، ولكن العلماء يستبعدون أن يكون برنابا هو الكاتب، لأن الرسالة دونت تقريبا عام 115، فزي ما قلت لكم هي ما بين 100 ل 130، تقريبا بمتوسط 115. مكان كتابة الرسالة، فيرى البعض أنه في الإسكندرية، والبعض يميل أنه موطنها آسيا الصغرى أو سوريا أو فلسطين. يكمل بقية الكلام ونفس اللي أنا قلته لحضراتكم. دائرة المعارف الكتابية للأسف ذكرت بعض المعلومات الصحيحة ومعلومة واحدة خطأ، وهثبتها لكم خطأ ولما أجي للقسم الثاني من موضوعي. رسالة برنابا ترجع إلى العصور الأولى، هي عبارة عن خطاب عام إلى المؤمنين من الآباء والبنات. لا يظهر اسم برنابا إلا في العنوان والخاتمة اللي وضعوا، لكن هو مش موجود في نص الرسالة نفسه. مؤلفها من المستبعد جدا أن يكون كاتبها هو برنابا المذكور في سفر أعمال الرسل الذي كان رفيقا للرسول بولس، فمش هو برنابا الرسول. هي ترجع لتاريخ متأخر عن ذلك، يعني ده بعد استشهاد برنابا الرسول بأربعين سنة أو حاجة وأربعين سنة. لكن الأهم من ذلك هو أسلوب التعليم الذي بها، يختلف كل الاختلاف عن تعليم الرسل الرسول بولس، وده يعني تعبير مش دقيق من دائرة المعارف الكتابية للأسف، وهقول لكم ليه لما أجي لنص الشبهة اللي بيقولها المشكك وابتدي أرد عليها. فالخلاص هو موضوع سعي وجهات تتدخل في أعمال البر والبصيرة المميزة، تساعد على ذلك التوراة الأسفار الخمسة تسخر بالشخصيات التي تمثل تعليما روحيا، فلم يقصد منها أن تفهم حرفيا بل أن تنقل معاني روحية. يعني فعلا القديس برنابا أو برنابا الرسول اللي كاتب هذه الرسالة في نهاية القرن الأول الميلادي بداية القرن الثاني الميلادي، اللي هو ليس واحد من السبعين رسل لكن الآباء الأوائل في الجيل الثاني، تأمل فيها جدا وتأمل في الشخصيات بتاعة العهد القديم والناموس، ووضح إن إزاي تمموا المسيح. أوكي، فين اتكتبت الرسالة؟ في رسالة برنابا عناصر تذكرنا بآسيا الصغرى. بعد كده يتكلم عن مدة الملك الألفي، لكن مدة الملك الألفي اللي احنا عايشينه. فكرة إعادة البناء روحيا لما تهدم جسديا في إصحاح 16 يتفق مع تعليم الرسل، فهي نفس روح فكرة تعليم الرسل في موضوع الطريقين، طريق النور وطريق الظلمة. أيضا في فصل يشبه كتاب النظام اللي موجود في مخطوطات قمران. إكليماندوس الإسكندري اقتبس منها لكن لم يعتبرها سفرا كتابيا أو وحي، وهجيب لكم اقتباس القديس إكليماندوس لفظا وهترجمه لكم وهنقراه مع بعض ونتأكد أن هذا التعبير غير صحيح. هو لم يعتبرها سفرا موحى به، وهنشوف هذا الموضوع بالضبط مع بعض. هي كتبت أساسا في الإسكندرية زي ما قلت لحضراتكم، تاريخها أكيد قبل إكليماندوس الإسكندري اللي كتب في أواخر القرن الثاني الميلادي، فهي قبل ذلك بكثير. أيضا اتكلم على دمار الهيكل، فهي بعد 70 ميلادية قبل بناء الهيكل الروماني، يعني قبل 135 ميلادية، فهي بين 100 ل 130 تقريبا بمتوسط 115 ميلادية. ده برضو اللي هو بيقوله، محتوياتها عبارة عن اقتباسات أغلبها من الترجمة السبعينية لسفر أشعياء، وأيضا الأسفار القانونية الأخرى في العهد الجديد. يقتبس من إنجيل متى ويقول مكتوب كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون، يقتبس من متى 22-14. أيضا لم آت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة من 5-9. يقتبس من إنجيل متى 9-13 وأيضا من مرقس 2-17 ومن لوقا 5-32. أيضا اقتباسات كثيرة من روميا ورسالة من رسائل بطرس الرسول ورسائل بولس الرسول، وأيضا يقتبس من الرؤيا
واحد سبعة ورؤية 12 11، بعد كده تحيات عامة للمؤمنين وغيرها. أختصر الأمر علشان وقت حضراتكم، يتكلم على رش دم المسيح والخلاص وأيضا أهمية الأعمال مع الإيمان وحاجات زي كده كتير، وختان القلب وحاجات زي كده كتير. كويس؟ الفكر اللاهوتي والأخلاقي فيها تعلم الرسالة الحصول على الخلاص بألام الرب وبفداء الرب، ولكن مشترطة أيضا بطاعة الإنسان لوصايا الرب مع تفسير الوصايا الروحية وأهمية المعمودية ورجاء في صليب المسيح والحياة الأبدية، وأنه الله جاء في الجسد أو ابن الله جاء في الجسد، وبعد سبت الألف سنة اللي هي اللي احنا عايشينه، فاحنا عايشين في اليوم السابع اللي هو الألف سنة أو اليوم السابع. سيكون هناك عالم آخر اليوم الثامن في مجيء المسيح وبداية الحياة الأبدية. موجودة فين هذه الرسالة ونلاقيها نصها بالكامل فين؟ موجودة في المخطوطة السينائية اللي احتوت على بعد سفر الرؤيا وبعد العهد الجديد، احتوت على رسالة برنابا والراعي الهرمس. موضوع السينائية هرجع له لاحقا. كويس؟ نبتدي بقى ندرس بعض الشبهات اللي قالوها بعض المشككين على رسالة برنابا، ونقرأ لفظا الشبهة وأرد عليها على قد ضعفي. يقول المشكك من خلفية إسلامية، أنتوا عارفين الأسفار الغير قانونية يحاول يدعوا أن هي كانت قانونية وإحنا حذفناها، والأسفار القانونية اللي موجودة ومذكور فيها اسم الشخص ونسبه بالكامل وأن هو واحد من تلاميذ ورسل الرب يسوع المسيح، يحاول يدعوا أن هي غير قانونية وإحنا أضفناها. أنتوا فاهمين دايما ده الفكر المسلمين، الغير قانوني واضح يحاول يدعوا أن هو كان قانوني، والقانوني واضح يحاول يدعوا أن هو غير قانوني. زمرنا لكم فلم ترقصوا، ونحن لكم فلم تبكوا، هكذا. النور ظلمة والظلمة نور، ده دايما الماشين بيه. المهم يقول المشكك، نسب البعض زورا إلى برنابا رسالة، وإليكم مثلا كلام القس منيس عبد النور. برنابا عمل مع الرسول بولس أعمال 13-2 ويكمل، ويسمى رسولا أيضا في أعمال 14-14، وألف رسالة كانت لها منزلة كبرى عند القدماء. القس منيس عبد النور بيقول كلام البعض، هو مش بيقول الكلام ده، يعني بيقول بعض الناس نسبوها لبرنابا، استشهد فيها بالإنجيل متى ونقل عنه بقول مكتوب، وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة عند الاستشهاد بالكتب المقدسة. يعلق المشكك ويقول، وما زلنا نكرر، لو أن من صدورا من صدروا أنفسهم للدفاع عن موروثتهم، يعني بيعلق بسخرية، أنا آسف، على قسم رائع منيس عبد النور، ويقول اللي صدروا نفسهم للدفاع عن موروثتهم الثقافية كلفوا أنفسهم عن عناء قراءة هذا الموروث كقراءة رسالة برنابا والمكونة من 21 فصلا، لو وجدوا أن رسالة برنابا كما تقتبس من الترجمة السبعينية لسفر أشعياء فإنها تقتبس أيضا من أسفار لا وجود لها في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا. ناخد الكلام اللي هو قاله، هو بيدعي إيه؟ إن إزاي قس منيس عبد النور يقول عنها دي كاتبها برنابا الرسول، ولو أراها كان يعرف أن هي غلط لأنها فيها تقتبس مش بس من الأسفار العهد القديم الصحيحة اللي في السبعينية، لكن أيضا تقتبس أسفار مش موجودة في العهد القديم. طيب، أولا القس منيس عبد النور بيقول رأي البعض، ده مش رأي هو الشخصي، مش رأي يحسب عليه هو، بل المشكك نفسه عارف أن القس منيس عبد النور في مكان تاني هيقول أن كاتبها ليس برنابا الرسول، وهيجيبها كمان شوية المشكك. هي رسالة واضح زي ما قلت مش كاتبها برنابا، لكن رسالة رائعة لأحد الآباء الرسوليين تلاميذ التلاميذ في بداية القرن الثاني اسمه برنابا، بعد نياحة برنابا الرسول بأربعين سنة. ادعاء أن كاتبها برنابا الرسول ده غير دقيق ولا يوجد دليل قوي عليه. لكن إيه رأي حضراتكم رغم كل الأدلة اللي قدمتها؟ طب ما نتنازل جدلا ونمشي مع ادعاء أن كاتبها برنابا الرسول، هل في أي حاجة تمنع رسل المسيح تلاميذه الـ12 ورسل الـ70 والـ500 أخ وغيرهم إنه كانوا يكتبوا أي حاجة تانية؟ كتابات رسل، خطابات، غيره؟ هل بقية التلاميذ الـ12، الـ10 تلاميذ، بقية الرسل الـ70، يعني إحنا عندنا 2 من التلاميذ كتبوا الأناجيل واثنين من الرسل كتبوا الأناجيل، هل بقية الـ10 تلاميذ وبقية الـ68 رسول كانوا ممنوعين تماما يكتبوا حرف واحد عشان ما يعتبرش وحي مقدس؟
لا طبعا، لا، لكن الكنيسة عارفة إمتى تميز ما بين الأسفار اللي بيكتبوها التلاميذ كوحي مقدس، لأنه ده بيبقى مميز بإعلان بصلاة وصوم وإعلان واضح وقانوني لا خلاف عليه، وما بين الكتابات الشخصية اللي بيكتبوها. ثانيا، وإحنا عارفين إن مش كاتبها برنابا الرسول، لكن الرسالة دي رسالة رائعة، هي مش وحي مقدس ومش معصومة، ولكن الرسالة دي جميلة في التعليم بتاعها. فعلا عشان كده الكنائس التقليدية الأولى كانت بتقتبس من الكتاب المقدس وتقول مكتوب وتوضح، وأيضا تقتبس من كتابات الآباء. يعني إيريناوس كان بيقتبس من القديس بوليكاربوس، وعارف إن هو ده مش كتاب مقدس، وعارف إن ده كلام بوليكاربوس مش موحى بيه. يوسابيوس كان بيقتبس من بوليكاربوس وإيريناوس والعلامة أوريجانوس وغيره ويوستينوس الشهيد، وعارف إن كتاباتهم مش موحى بيها، لكن لقداستهم ولتعليمهم المفيدة الجميلة بيقتبسوا منها وبيقولوها. حتى الآن إحنا بنقرأ في الكنيسة وعظات القديس أثناسيوس الرسول، بنقرأ في الكنيسة وعظات الأنبا شنود رئيس المتوحدين. ده إمتى؟ حتى في الصلوات بتاعتنا، وعارفين إن هي ليست من أسفار الكتاب المقدس، وعمر ما حد قال كتابات أثناسيوس الرسولي جزء من الكتاب المقدس، وعمر ما حد فينا قال دي وحي معصوم، ولا حد قال الكلام ده تماما، لكن هي كتابات نافعة للتعليم جميلة. حتى الآن بنقرأ كتابات القديس معاصرين. لو اقتبسنا من قديس معاصر من أي من الكنائس معناه ان احنا بنقول ان هو وحي مقدس يتحط في الكتاب المقدس. لو اقتبست دلوقتي جزء من بابا شنودة معناه انا بقول لكم حطوا كتب البابا شنودة في الكتاب المقدس. ما تفوق يا جماعة يا مسلمين، مين قال الكلام ده؟ لكن القس منيس عبد النور ولا القديس كليماندوس الاسكندري قال ان هي وحي مقدس، وهرجع لكم للنقطة دي. فالكلام اللي قاله المشكك غير امين فيه في النقطة دي. يكمل ويقول إليكم نص كلام دائرة، اللي هي دائرة المعارف، يقول نقلا عن دائرة المعارف كوتينج محتويات الرسالة، إن جزء كبير من الرسالة عبارة عن اقتباسات أغلبها من الترجمة السبعينية لسفر أشعياء، والبعض الآخر من أسفار قانونية أخرى وأسفار غير قانونية أيضا، فيقتبس أقوالا من إسدراس الثاني كنبي آخر، ويقتبس من أخنوخ الأول ويقول عنها الكتاب، وتتكرر هذه الظاهرة في مواضع أخرى. والعجب حقا أن قس منيس عبد النور يناقض نفسه، ففي دائرة المعارف الكتابية يصرح هو ومن معه من القساوسة والدكاترة أن كاتب رسالة برنابا لا يمكن أن يكون برنابا الرسول، ويكمل بقية كلام. أولا، تعليق دائرة المعارف الكتابية الرائعة الكتاب الجميل اللي اشتركوا فيه فعلا معلمين كثيرين من الكنيسة الغربية، ولكن تعليق دائرة المعارف الكتابية في هذا الجزء خطأ باختصار. ليه؟ دليلي. أولا، نص الإصحاح الثاني من رسالة برنابا، وأنا جايبه لحضراتكم وجايب تعليقات الأباء المتخصصين في علم الأبائيات زي فليب شاف وغيره، لم يقل أحد زي ما قالت دائرة المعارف الكتابية إن هو كان بيقتبسه من إسدراس، ده غير صحيح. أهو، أو أنا جايبه لكم بالكامل بنص الإنجليزي حسب ترجمة أستاذ الأبائيات فليب شاف بالكامل، لن تجدوا فيه جزء من إسدراس، ولن تجدوا فيه كلام أخنوخ، أهو بالكامل قدام حضراتكم. طبعا مش هقراه لكم بالتفصيل، ولكن اللي عايز يرجعوا أهو. الاقتباس اللي بيقول عنه في إصحاح 16 برنابا 16:5 أهو، again it was revealed how the city and the temple and the people of Israel should be betrayed. وبقية النص الكلام تعليق أستاذ الأبائيات المشهور جدا فليب شاف، واللي ترجم الرسالة، قال متاخد ده من فين؟ ما قالش متاخد لا من إسدراس ولا متاخد من أخنوخ. متاخد من فين؟ متاخد اقتباس تركيبي ضمني من أشعياء 5 وأرمية إصحاح 25.
يعني كاتب رسالة برنابا اللي هو أحد الآباء في القرن الثاني، في الاقتباس ده ما أخدش من إسدراس ولا من أخنوخ، ده خد من أشعياء 5 وأرميا 25. بناء عليه عشان كده قلت لحضراتكم ما قالته دائرة المعارف الكتابية اللي فرحوا بيها المشككين وهللوا، لا غير صحيح. ده غير صحيح بالمرة. الاقتباس اللي بيشيروا إليه ويدعوا إن هو من إسدراس هو في الحقيقة جاي من أشعياء 5 وأرميا 25، والكلام ده مش كلامي أنا فقط، ده كلام أستاذ الأبائيات فيليب شاف. فهو تعليق غير صحيح من دائرة المعارف الكتابية، وفرحة ملهاش لزوم من المشككين اللي فرحوا بالتعليق ده. أما اقتباس القديس إرينيوس منها والقديس كليماندوس منها، أيوه ده صح، لكن هما ما قالوش إن هي موحى بيها ولا سفر من أسفار الكتاب المقدس، هي جيدة للتعليم عشان كده اقتبسوا منها. يكمل المشكك واقتبس كلامه، وانا مش ده كلامي، ده كلام المشكك يا اللي بتسجله احيانا وتقتطع كلامه وتقول بص هولي بايبل بيقول ايه اثناء ما انا بقول كلام المشككين. السؤال للقساوسه، لماذا تكيلون بمكيالين؟ فعندما تدافعون عن كتابكم المقدس تجعلون من كاتب رساله برنابا رسول، وفي كتاباتكم الاخرى تذكرون الحقيقه وهو ان برنابا لم يكتب هذه الرساله. لا الحقيقه الكلام ده غير دقيق. الدكتور منيس عبد النور، القس الدكتور منيس عبد النور قال رأي البعض، ولكن في دائرة المعارف الكتابية قال لا ده مش هي، مش كاتبها برنابا. يكمل المشكك ويقول: والسؤال لحامل لواء الدفاع عن الكتاب المقدس، إن كنتم تعرفون بأن الرسالة كتبها برنابا وهو واحد من الرسل، ليه ما حطتهاش في الكتاب المقدس؟ هو ده اللي عايز يقوله. مش بيقول برنابا رسول زي لوقا، طب ما انتوا حطيتوا انجيل لوقا يبقى ليه ما حطيتوش انجيل برنابا؟ هو ده اللي كان عايز يوصله. معايا؟ ويعترض على كلام كتاب اللي هو الكتاب المقدس اتحدى نقاده والقائلين بتحريفه لابونا عبد المسيح بسيط، اللي بيقول ازاي مؤلف الكتاب ده مصر على اعتبار كاتب رساله برنابا مستقيم الراي يعني ارثوذكسي، بعد ان عرف ان كاتب الرساله كان يعتقد ان يسوع لم يتمم الناموس وان المسيحيين ملزمين بالناموس. اولا تعليقه الاولاني اللي هو بيقول ليه ما حطناش رساله برنابا في الكتاب المقدس. شرحت سابقا برنابا ليس هو الرسول برنابا، ولكن أحد الآباء الرسوليين في الجيل الثاني. البعض قد يستغرب من تعبير رسول على أحد آباء الكنيسة الثانية، ده مش غلط على فكرة. المسيح مش قال علينا إحنا رسل؟ رسالة معلمنا بولس الرسول الثاني لأهل كورنثوس 25: إذ نسعى كسفراء عن المسيح. مش إحنا كسفراء عن المسيح؟ كان الله يعز بنا. تلقيب برنابا بمعلم أو رسول ما يعنيش إن هو برنابا أحد السبعين رسول. كتير من اللي تبعوا المسيح كانوا بيسموهم تلاميذ المسيح، ولا زلنا حتى الآن نلقب بتلاميذ المسيح، ده مش معناه إحنا 12 تلميذ. إحنا بنلقب ببابا أثناسيوس بنسميه أثناسيوس الرسولي، مش بنقول عليه كان واحد من السبعين رسول. هل معنى لما بنقول على البابا أثناسيوس الرسولي لقب رسولي معناه ان احنا بنقول عليه واحد من 70 رسول بتاع المسيح؟ ثانيا لما بيقول باجماع ان احنا نعترف بان كاتبها برنابا، فين الاجماع ده؟ جاب من فين ان احنا اجمعنا ان كاتبها برنابا وكان لازم تتحط في الكتاب المقدس؟ جاب من فين الاجماع ده؟ ليه التدليس بتاع المشككين؟ ده انا حتى لما قلت جدلا لو كاتبها برنابا الرسول، لا مش كل حاجة كتبوها الرسل والتلاميذ حطيناها في الكتاب المقدس، حطينا الأسفار المعصومة الموحى بيها من الروح القدس فقط، وليست بقية كتاباتهم حتى الجميلة والرائعة والتعليم المفيدة وقوانينهم الجميلة. لكن كل سفر معلن إن هو موحى بيه من الروح القدس هو ده اللي كان بيتحط في الكتاب المقدس. أما تعليقه الثاني فخطأ تماماً. بيدعي بيقول ايه؟ ازاي بيقول ابونا عبد المسيح بسيط عن الرساله دي في الكتاب المقدس يتحدى نقاده انه كان مستقيم الراي؟ ايوه فعلا كاتب الرساله دي برنابا واحد من مستقيمي الراي من اباء الكنيسه الاوائل الصحيحين، مش من الهرطقه. لكن فين في رساله برنابا عدد بيقول يسوع لم يتمم الناموس؟ انا حاطط لكم النص بالانجليزي لرساله برنابا بالكامل ال 21 فصل حسب ترجمه استاذ الابائيات فيليب شاف وحسب الموسوعة اليهودية الموسوعة الكاثوليكية. أرجو من حد يطلع لي عدد من رسالة برنابا بيقول فيه أن يسوع لم يتمم الناموس.
ده تدليس من المشككين. رسالة برنابه باختصار بتشرح الناموس بأسلوب روحي توضح أن المسيح أكمل الناموس ليس حرفيا فقط بل بالبعد الروحي. أيوة حتى لو أحيانا فيها لفظ مش دقيق قوي لأنها غير موحى بيها، لكنها رائعة جدا في التعليم. بيوضح طريق الخلاص أو طريق النور أو طريق الجهاد هو الإيمان بالمسيح وبصليبه، ولازم يكون معاه أعمال النعمة والخضوع للوصايا. ده مش معناه أن المسيح ما تممش الناموس، لكن ده معناه أن إيماننا ما يبقاش إيمان ميت بدون أعمال. إيماننا لازم يكون إيمان عامل زي ما قال الكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول لما قال الإيمان العامل بالمحبة، ومعلمنا يعقوب. ففين الرسالة قالت المسيح ما تممش الناموس؟ طلعوا لي العدد اللي فيه الرسالة بتقول، رسالة برنابا بتقول المسيح ما تممش الناموس. لكن واضح أن المشكك لأنه ما لقيش حاجة يقدر يستشهد بيها قوية دلس وألف له كالعادة شبهة زيه زي بقية المسلمين. إذا كان رسوله وإلهه بيألفوا كانوا شبهات عن كتاب المقدس بيقول إن إحنا بنعبد مريم وي وي وي، يبقى ما بقاش بقية المشككين يدلسوا ويألفوا شبهات. إلههم عمل الموضوع ده ورسولهم وجبريلهم، فبقية المشككين المسلمين بيعملوا نفس الأمر عادي. المعريض حلوة وممدوحة والكذب حلال في نصرة الله ورسوله وهكذا عادي. رسالة مهمة جميلة ولكن ما فيهاش الكلام اللي بيدعيه المشكك. أما ادعاء أن القديس كليمندوس الإسكندري اقتبس منها، أيوة فعلا اقتبس منها وبوضوح، لكن عمره ما قال أن دي رسالة موحى بيها من الكتاب المقدس. ودي حاجلها دلوقتي على طول لما اتكلم على ملف هل القديس كليمندوس الإسكندري كان يؤمن بأسفار غير موحى بيها، هاجل النقطة دي. تعليق مهم من الموسوعة الكاثوليكية بتقول إلى القرن الرابع كان أباء الكنيسة الإسكندرية وكنائسهم تعرف الرسالة وتحترمها ككتاب يقرأ عامة. ده حقيقي، رسالة جميلة مفيدة للتعليم، كتاب شرح حلو باختصار للعهد القديم كانوا بيقروا منها كنيسة الإسكندرية منها ككتاب للتعليم، ولكن ليس موحى به. وحتى في الكنيسة لم يكن يعتبر رسالة برنابا من قبل الجميع باعتبار وحي كتابي. كلامي ده مش كلامي، كلام ده من الموسوعة الكاثوليكية بتقول لنا ما حدش من أباء الكنيسة الإسكندرية حتى اللي كانوا بيستشهدوا بيها وبيستخدموها قال إن دي موحى بيها، ومحدش فيهم اعتبر رسالة برنابا وحي كتابي. فعلا موجودة في المخطوطة السينائية زيها زي رسالة الراعي الهرماس. ليه؟ لأنها كتب قراءة مفيدة، كتب كنسية زي كتب القراءة الكنسية الكتيرة اللي موجودة حتى الآن عندنا في الكنيسة. مش في الكنيسة بنروح بنقرأ من الكتاب المقدس وعارفينه ومميز وهو ده المعروف إن هو روح المكتوب بروح الله القدوس الوحي المقدس المعصوم اللي ما فيهوش خطأ واحد، ولكن عندنا برضو في الكنيسة كتب قراءة أخرى. ده حتى الوعاظ أغلبهم لغاية اليوم النهاردة بيبيعوا كتب الوعظ بتاعتهم وبتتقري في الكنائس بتاعتهم. بس في فرق ما بين زمان وفي فرق ما بين دلوقتي. ايه الاختلاف؟ دلوقتي رخيص جدا ان انت تطبع كتاب مفصول وتعمله لوحده وتوزعه لوحده، ده سهل. زمان ما كانش الموضوع ده سهل. حاليا الطباعة رخيصة، تقدر تعمل الكتاب المقدس لوحده وتحط فيه منه 100 ولا 1000 نسخة في الكنيسة، وتعمل كتب القراءة الكنسية لوحدها مفصولة حتى لو أجزاء صغيرة. في الماضي ده كان مكلف جدا، مخطوطة سينائية لوحدها قيمة نسخها من أجرة الناسخ اللي كان بياخد 25 دينار في 100 سطر مع تكلفة الجلود الغالية وغيرها، سينائية أقل تقدير كلفت قد إيه؟ 30,000 دينار في هذا الزمان. تخيلوا بنتكلم من القرن الرابع الميلادي مبلغ بهذه الضخامة، وما بيتجهزش من الأول، ده يعني بيتجهز من الأول قبل ما تتنسخ، يعني بيجيبوا الكودكس لوحين وبيحطوا بينهم رقوق جلدية كتيرة قوي ويثبتوهم ويبتدي يكتبوا فيهم. لما يخلصوا النسخ يلاقوا لسه عندهم بعد التكلفة الكتيرة دي لسه عندهم شوية جلود فاضية في نهاية الكودكس، في نهاية الكتاب السينائية،
هيسيبوها فاضيه؟ طب دي كلفتهم كتير، الرقيقه الواحده الجلديه دي مكلفه، ده جلد تور جابوه ونظفوه واعدوه للكتابه وقشطوه وعملوا حاجات كتيره وعالجوه كيميائيا عشان يبقى صالح للكتابه. مش هيسيبوه، هيكتبوا فيه. فاستخدام بقيه الصفحات او الجلود المتبقيه في المخطوطه السينائيه بعد نسخها في كتاب او نسخ كتب قراءه كنسيه ليست اسفار مقدسه ولكن نفع للتعليم، طبعا ده شيء مقبول في هذا الزمان. فوجودها في السينائيه ليس معناها ان هي وحي مقدس او سفر مقدس، لكن كتاب مفيد للتعليم بعد ما انتهى نسخ الكتاب المقدس لغايه سفر الرؤيا اللي موجود في السينائيه. حتى لو تماشينا جدلا ناسخ السينائية ده غلط وحط رسالة برنابة، ورغم ان ده مش مكتوب لكن ندعي جدلا ان هو عملها كده، احتمال يكون مفكرها وحي مقدس. السينائية كده كده مليانة عيوب، من اكتر المخطوطات الغير دقيقة المليانة اخطاء كثيرة جدا، ان لم تكن اكثر مخطوطة من مخطوطات الكتاب المقدس المليئة بالاخطاء هي السينائية. للأسف النقديين هم اللي بيغلوا من قيمتها جدا، وطبعا معاهم الملحدين ومعاهم المسلمين، رغم ان السينائيه من أسوأ مخطوطات الكتاب المقدس. يكفي ان غالبا احتمال كبير يكون يوسابيوس القيصري النصف اريوسي هو اللي اشرف عليها. فواحده من اخطاء السينائيه الكثيره مش مشكله. لكن طبعا مخطوطه السينائيه ما بقللش من قيمتها، دي هي من القرن الرابع مهمه جدا. ولكن مليئة بالأخطاء، فبنديها مكانها الصحيح. مهمة جدا في دراسة وخاصة في العهد القديم وأيضا في أسفار العهد الجديد، ولكن اللي يدرسها لازم يدرسها بحذر، لأن السينائية مليئة بالأخطاء، فيها 14 ألف خطأ، عشان كده اتدفنت، ما استخدمتش لغاية ما تهرأت وتأكلت من كتر الاستخدام. المخطوطات اللي كانت خطأ ما بتنفعش تتعالج كتير كانوا يدفنوها، يحطوها في إناء فخاري ويعملوا له جنيزة ويدفنوه، وده اللي حصل في السينائية، اتدفنت. آخر حاجة ألخصها في كلامي عن رسالة برنابة. رسالة برنابة اللي اتكتبت في نهاية القرن الأول الميلادي بداية القرن الثاني، متوسط تقريبا 115 ميلادية، كتبها أب رسولي أرثوذكسي، يعني من الجيل الثاني بعد التلاميذ والرسل، من أباء نهاية القرن الأول بداية القرن الثاني الميلادي، هو برنابة، ليس برنابة رفيق بولس الرسول ولكن شخص آخر اسمه برنابة من كنيسة الإسكندرية غالبا. هذه الرسالة رائعة، جيدة للتعليم، تأملات رائعة في العهد القديم والعهد الجديد، زيها زي وعظات أباء كتير ورسالاتهم في الكنيسة الأولى، لكنها ليست وحي، ليست معصومة، ولكن لفائدتها للتعليم والتأملات الجميلة اللي فيها اقتبس بها بعض الأباء، لكن هذا لا يعني اعترافا منها لقانونيتها. أخيرا في الملف ده، وهتلاقوه موجود في الموقع النهاردة وحاجة هحدثه كمان وهكذا، هتلاقوا نص رسالة برنابة بالإنجليزية بالكامل، ال 21 فصل اللي موجودين فيها، اللي عايزها هيلاقيها موجودة اهي بالكامل لغاية الختام. ربنا يبارك حضراتكم.